قول له كده، الو كده، قول الو. الو يا كابتن حلمي، ازي اهلا حضرتك؟ اهلا يا كابتن سامي. ازي كابتن احمد؟ ازيك يا كابتن مصطفى، ازي حضرتك؟ عامل اظن ايه؟ بعد الكلام اللي قاله الكابتن حلمي ده، يعني لا ده حقيقي والله علامه. ده حقيقي. لا ده انا عايز اقول لحضرتك، حاجه. اتفضل. يعني هو بعد ربنا الكابتن حلمي صار فضل كبير جدا عليا. الله يخليك يا سامي. يعني انت بتبقى محظوظ لما تكون في بدايه حياتك التدريبيه ان انت تشتغل مع حد ما بيبخلش بمعلومه عليك، وفي نفس الوقت متكات بخل كمان في المعلومه، راجل يعني بصراحه عالم في التدريب. نعم. اولا مش نتيجه ممارسه بس وخبره، لا لا، لكن نتيجه دراسه. يعني كابتن حلمي من المدربين، سيبك انا اكلمك على شخصيا في الاخر، بس انا اكلمك على التدريب. لا كابتن حلمي محظوظ جدا يشتغل معاه، ويبقى عايز وحابب ان هو يتعلم منه حاجه. لا انا كابتن حلمي صعب فضل كبير جدا عليا بعد ربنا. طب اتعلمت ايه من كابتن حلمي؟ محظوظ ابو حميد، محظوظ ان انا اشتغلت معاه فتره، يمكن هي فتره صغيره، بس الفتره دي كانت كميه معلومات غير طبيعيه، وبصراحه يعني اثرت فيها بشكل كبير جدا. طيب اتعلمت ايه من الكابتن حلمي يا كابتن احمد؟ لا اولا كابتن حلمي عامل زي المدربين الاجانب. المدربين الاجانب الكويسين، مش المدربين الاجانب اللي اغلبيتها بتيجي مصر. المدربين الاجانب اللي هم اولا حاجه التنظيم، تنظيم سواء بقى خارج الملعب، سواء داخل الملعب، سواء النواحي التكتيكيه، سواء التزام، حاجات كتير جدا مش عايز اقول لك. يعني فتره انا استفدت منه بشكل كبير جدا، ولا على تواصل معاه على طول، لان هو ما بعتبروش اخويا الكبير او ابويا، انا هو يعني هو مقام ابويا بصراحه، انا بعتبره كده. لا انا دايما بلجا له في حاجات ببقى محتاجه فيها. طيب كابتن حلمي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. كشخصيه وكتدريب وككل حاجه، وهو برضه في نفس الوقت كابتن حلمي مدرب كبير جدا في مصر، بس برضه حظه مش كويس في الحته اللي انا كنت نفسي يمسكها، وان شاء الله تيجي بعد كده ان شاء الله. ابو حميد لو انت عاوز تقول للكابتن حلمي كده جمله مختصره، عاوز تقول له ايه؟ انا اقول له شكرا. شكرا طبعا. اخبار سموحه ايه؟ سموحه الحمد لله يعني كويسين الحمد لله، ويعني بنجتهد، والتوفيق بتاع ربنا. هتخش المربع الذهبي ان شاء الله؟ والله انا بنحاول، الموضوع صعب، وكابتن حلمي قادر يقول لك الماتشات كلها صعبه جدا جدا. انت بتبقى انت في دلوقتي في المربع، ما تعرفش بعد الماتش الجاي ممكن تحصل ايه، كل الفرق جنب بعض، وانت بتبقى عايش حتى فرحتك بعد كل ماتش بتبقى محدوده جدا. انت شايف بعد كده ممكن تقابل ايه، ممكن اسبوع جاي تبقاش موفق، فانت دايما حريص في حته مشاعرك تجاه اللعيبه وتجاه نفسك كمان. ابو حميد انت مدرب محترم وتلميذ نجيب، ده حقيقي، من الكابتن حلمي طولان، ومعاكم رئيس نادي بسم الله ما شاء الله، وعندكم جهاز على اعلى مستوى. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المرحله الجايه، لان سموحه بتلعب كوره مودرن، كوره حديثه. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، بس هيبقى في منافسه انت والكابتن حلمي مين يخش المربع الذهبي. لا يا كابتن حلمي، يعني كابتن حلمي ده الواحد طيب. الواحد بيحب ابنه اكتر من نفسه. ربنا يديك الصحه. ابو حميد احنا متشكرين جدا على مداخلتك للكابتن حلمي، وعلى امل اللقاء بيك ان شاء الله. ربنا